السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية مجددة طيبة مباركة لكم أحبابي متابعي مصدق رسم. شكري لكم متواصل ودعمكم لي دائم، ونحن في تواصل ومودة ومحبة. اليوم إن شاء الله بالطريقة الاحترافية سنتعلم رسم الجبال والأشجار في المنظر الطبيعي ودائما للمبتدئين، فشدوا معي الرحال وتابعوا معي. بالنسبة للإدماج بالماء أحبابي، لا تستغنوا عن هذه الطريقة، فهي طريقة نافعة وجميلة ورائعة لكم. نبدأ باللون الوردي والأصفر، ولاحظوا درجة اللون، غنديروا وسط اللوحة، لاحظوا اللون ودرجة اللون، خليط من الأحمر والأبيض والأصفر. كنحاول دائما نديروا الوسط، ودائما العملية اللي كندير فيها الإدماج كتكون مع الماء. الآن لون تركواز، ولاحظوا كيفاش كيبان الماء، الماء باقي ما نشفش، ثم كندير اللون تركواز بنكهة الأزرق، كنديروا الفوق وكنجيبوا نحو اللون اللي درت وردي، وعملية الإدماج كتتم بعد ذلك. كنجيب فرشاة مبللة وكندمج ما بين الأزرق تركواز والوردي كيف ما شفتوا، وكنحاول نكرر عملية الإدماج باش يتداخلوا اللونين، يبان واحد التدرج نحو اللون الوردي من التركواز الى الوردي. مره اخرى اللون تركواز، كندير واحد المساحه ديال اللون تحت اللي غادي ندير من بعد واد وبحيره صغيره فيها شلالات صغيره، ولاحظوا اندماج اللون مع الماء وانسيابيه الصباغه بطريقه سهله. ثم نأطر الجبال ديالي، تخطيط كنديرو باللون بنفسجي، لاحظوا درجة اللون، ممكن نديرو بالأخضر بالأزرق بالأسود بالبني، المهم يكون اللون كما قلت وكما أقول دائما يكون غامق شيئا ما. غنبدأ بالتلوين، ولاحظوا درجة اللون، اللون البنفسجي مع قليل من الأسود واللون الأبيض بطبيعة الحال عطاني هاد الدرجة، وكنحاول دائما ندير الطلاء ديالي وندير اللون ديالي بسلاسة وبسهولة كيف ما شفتوا احبابي. كندير الطلاء بفرشاة الانجولو، وممكن ندير فرش كبيرة ولكن تتكون مساحة كبيرة، هنا المساحة صغيرة. رجع اللون اللي درت في الجبل، يعني اللون البنفسجي، نضيف عليه اللون الابيض باش نفتحو، ونضيف عليه اللون الاحمر كذلك باش يعطيني واحد اللون خفيف. غنديرو في خلفيه الجبل اللي شفتو اللي درت ليه الطلاء ديالو، الان درجه اللون خفيفه جميله غتعطيني انعكاس ديال الوان السماء. الى لاحظتوا راه اللونين كاينين في الخلفيه ديال السماء، اللون الازرق واللون الاحمر وردي واللون البنفسجي، كنديرهم في الخلفيه ديال الجبال لان اللون دائما كيكون خفيف اللي كيكون مباشر الالوان السماء وكيبان الجبل بعيد. مره اخرى اللون البنفسجي، نضيف عليه اللون تركواز بالاخضر، لاحظوا الدرجه ديال اللون اللي غندير، ثم لون الجبل اللي تبقى في المنظر، لاحظوا درجة اللون، ألوان مختلفة، اللون البنفسجي قوي، البنفسجي خفيف، واللون تركواز مع البنفسجي أعطى لون مغاير للألوان ديال الجبال. لاحظوا الدرجة ديال اللون، دائما كنلون بفرشاة الأنجولو. غادي نحاول باللون الوردي نأطر المناطق اللي غادي ندير فيها الإضاءة والتحديدات ديال الجبال ديالي بنفس اللون. إلا لاحظتوا هاد اللون اللي درت الآن، غادي ندير به التفاصيل ديال الجبال لأنهم من نفس عائلة اللون اللي غادي نخدم به، وبفرشاة رقيقة كيف ما شفتوا لسان الطير. نبدأ الآن بالسكين، نجيب اللون الأبيض
والاصفر والاحمر، لاحظوا، وغادي ندير طبقه ديال اللون اللي غتكون مستمده من لون السماء، اللون الوردي، ثم اللون القرمزي، شيء من اللون القرمزي اللي غيعطيني درجه ديال اللون، غتنباتق اضاءتها من الوان السماء. كندمج دائما بالسكين، ولاحظوا درجه اللون. الان غادي نحاول نبدا نصنع في موتيف في الجبل على مستوى الزوايا اللي خططت واللي حددت في الجبل بجرات جميله ورائعه. لاحظوا درجه اللون، دائما الحدود ديال الاضاءه ديالي، الخطوط اللي رسمت في الجبل باش ما نفوتهاش، ونمشي بقانون ونضبط العمل ديالي بكل سلاسه وسهوله. ونبغيكم احبابي ديروا نفس الطريقه اللي درت، لان هاد التخطيط وهاد الحدود اللي كنحدد الاضاءه كتساعدني بشكل كبير في تحديد اللون في المنظر الطبيعي، بطبيعه الحال لون الاضاءه. لاحظوا درجه اللون دائما احبابي بنفس الطبقه، ولا حاولتوا ديروا واحد النظره خاطفه ما بين الوان الافق اللي كاينه في السماء ديال اللون الوردي مع الانعكاس ديال هذا اللون اللي كتشوفوا في الجبل، غتشوفوا واحد التناغم لوني رائع. من بعد غيبان، ماشي الان، انا غادي نحاول ما امكن نحدد التفاصيل ديال الجبل. ولاحظوا الجرات ديال السكين كيفاش كتحدد لي الموتيف وكتعطيني الانعراجات والتفاصيل ديال الجبل. شيئا فشيئا نبدا نحدد حتى نكمل المساحه اللي حددت بالخطوط اللي رسمت احبابي. لاحظوا، ودائما جر السكين باش يعطيني الموتيف، جرات افقيه وعموديه، لعب على حسب الزوايا اللي كنخدم عليها. لاحظوا دائما بنفس الطريقه، ونمشي للحدود ديال الجبل من الفوق على مستوى خط الافق، ونملأ باللون الوردي المناطق والزوايا اللي محدده في الجبل دائما، ونخلي فراغات في اللون باش دائما تبان لي الاضاءه والظل في نفس الوقت، تبقى عندي مساحه ديال الظل. وهذا هو السر في تحديد الواقعيه والاحترافيه في ضربات الوان الاضاءه في الجبال. كنخلي دائما زوايا اللي كيبان عليها الانعكاس وزوايا ديال الظل كما دائما احبابي. لاحظوا السكين كيفاش كيساعدني في جرات الموتيف وجرات الوان الاضاءه الجميله باللون الوردي البرتقالي ان صح التعبير. ثم ندير عروق في الجهه اللي فيها لون الظل، كندخل بدخلات خفيفه فقط. الان غنجيب اللون الابيض ونخفف اللون باش نضيفه في زوايا اخرى. لاحظوا، ثم اللون البنفسجي اللي درتو في لون عمق الجبل نضيفو عليهم. لاحظوا، وغنمشي للجبال اللي في الخلفيه، نحاول دائما على الجهه اليسرى. ما دمت بديت بالجبل في الجهه اليسرى، دليل على ان الانعكاس الضوئي جايه على الجهه اليسرى، غنمشي بنفس المنهجيه وبنفس الطريقه على الجبال الاخرى. لاحظوا، لاحظوا طبقه اللون ودرجه اللون اللي درت هنا، وشوفوا احبابي السكين وكيفاش كنستعملو وكيفاش كنحاول ما امكن نلعب به في جميع الزوايا باش يعطيني ضربات محدده وجميله ودقيقه كتعطيني الاضاءه والانعكاس والتحديدات والتفاصيل ديال الجبل. مره اخرى كنرجع اللون ونزيد عليه اللون القرمزي ونضيفه في زوايا اخرى، مع دائما مع الحفاظ على لون الظل كيف ما شفتوا. لاحظوا السكين وطريقه العمل به وكيف يعطيني تفاصيل رائعه واحترافيه ودقيقه. ثم بعد التفاصيل على الجهه اليمنى مع الحفاظ على منطقه الظل دائما، وهذه المرحله الاولى في تحديد الاضاءه. نجي مره اخرى اللون البنفسجي والقرمزي والابيض والاحمر باش نحدد لون اخر قريب للبني تقريبا، ونديرو في
الجبل يحدد لي واحد اللون غامق غادي يكون يعني مكمل للون الوردي البرتقالي تحت بالضبط. لاحظوا ودائما بالسكين باش نحاول دائما نغني الوان الاضاءه ونعطي للجبل واقعيته ونعطي التحديدات اللي يستحق. كل الوان خاصها تاخذ الحق ديالها في المنظر الطبيعي. الان اللون تركواز مع اللون الاخضر، لاحظوا هذه الطبقه ديال اللون اللي غادي الان نصنع باش نديرها فوق الجبل اللي تبقى ليا في البدايه ديال المنظر. لاحظوا اللون الاخضر من الفوق ودرجته. نحاول نبين مروج فوق الجبل ولكن ماشي الطبقه الاخيره، غنديرها كفراش فقط. اللون الاخضر غيكون عفراش هنا، ولا لاحظتوا راه اللون منبثق من اللون تحت، ضروري ضفت فيه شيء من البنفسجي. الان اللون الابيض واللون نفسه الاخضر والتركواز، نحاول ندير طبقه اخرى باش نعطي مروج غتبان وعروق ديال المروج والخضره هنا في الفوق ديال الجبل كيف ما شفتوا. لاحظوا كيفاش كنجر ضربات مبعثره شيئا ما، فيها شيء من العشوائيه باش تعطيني شكل ديال المروج بعيده غتبان من بعد وكتبان في شكل مموه ولها تاثير على اللون ديال الجبل. اللون الابيض بفرشاه الانجولو المسننه في شكل مثلث، وغنبدا في اللون الابيض الان نوزعو في الجبل باش نبين شكل ديال الثلوج في الجبل. لاحظوا الطريقه ديال العمل احبابي كيفاش كنعرق وكيفاش كندير العروق بطريقه رائعه وخفيفه. لاحظوا اللعب بالفرشات وكيفاش كنحاول ما امكن نقلب الفرشات على كل الجهات باش تعطيني الموتيف على جميع الاشكال. تبان الضربه في المنظر لها عده اشكال ومتنوعه، كنحاول دائما نلعب بالفرشات، نضرب بشكل دقيق ثم عريض وهكذا. لاحظوا احبابي اللون الابيض غادي نوزعو بالشكل اللي غيليق بالجبل باش تبان هناك ثلوج، ونكرر اللون باش يبان اللون الابيض لان الالوان لا زالت لم تنشف كيف ما شفتوا احبابي. وتوزيع اللون كيبغي يكون ظاهر اللون الابيض لان اللون الابيض دليل على الثلوج في الجبال. لاحظوا التعريق وطريقه التعريق وكيفاش كنعرق الضربات وكيفاش كنحدد وكنقلب الفرشات ونلعب بها بشكل جميل وسهل وسلس، وكيفاش كنمسك بالفرشات باش تعطيني دائما ديك الرقه والدقه في تحديد ضربات الثلوج. حاولوا دائما احبابي تركزوا على العمليه ديال التلوين. الان غنضيف على اللون الوردي البرتقالي اللون الابيض ثم نضيفه في الجبال اللي في الخلفيه. لاحظوا كيفاش كتبان الاضاءه بنفس الفرشاه دائما الانجولو المسننه. لاحظوا الضربات وكيفاش كنحدد الضربات بكل سهوله، 5 6 7 ضربات باش نحدد اللون ديال الاضاءه، وبطبيعه الحال كنحافظ على اللون لتحت البرتقالي يبقى باين وتبقى حتى الوان الظل كذلك تبان باش نخرج بالشكل الاخير كيف ما شفتوا. لون تركواز بنفس الفرشات غادي ندير اضاءه على الجهه اللي بقات فيها الظلمه وبقى فيها لون الظل. لاحظوا التعريق بنفس الطريقه اللي درت فيها الثلوج والتحديدات الاخرى، كنحاول ندير عروق هنا ديال الانعكاس الوان السماء في لون ظل الجبل. لاحظوا الطريقه ديال العمل بكل سلاسه، كنجر الفرشات بسلاسه وسهوله وكنحاول دائما نقلب الفرشات ونلعب بالفرشات على ما يحلو لي حتى نكون هذا لي موتيف. كذلك في الجبل اللي في الخلفيه بنفس اللون، ضربات خفيفه فقط لان البعد ديال الجبل ما كيعطينيش المساحه فين نخدم اكثر. غنضيف اللون الابيض على اللون التركواز
باش نعطي إضاءة أخرى للون التركواز في هذه الناحية، ولكن بشكل خفيف ماشي كالأول. لاحظوا درجة اللون، شوفوا أحبابي الفرشات وكيفاش مخدومة الفرشات، ما إلى شيء ما كتعطيني هاد الضربات وكتساعدني في مثل هاد الضربات. لاحظوا الضربات وشكل الضربات وكيفاش غادي نقلل من الضربات باش نعطي الإضاءة فقط، ونحدد الإضاءة في المناطق اللي فيها لون الظل، ثم اللون التركواز مع الأخضر مرة أخرى والأبيض بالفرشات المسننة. دائما نديرها في الجبل الأخير اللي درت فيه المروج، وغنبين الآن العروق ديال المروج الأخيرة، ثلاثة طبقات غتعطيني شكل جميل في الجبل، وتبان الخضرة وتبان المروج فوق الجبل بنفس الضربات دائما وبنفس طريقة توزيع اللون. الآن اللون البنفسجي والأحمر، لاحظوا الطبقة ديال اللون ودرجة اللون، غنديرها في الجبل كعروق وكتضليلات. هنا لاحظوا نوزع اللون بخطوط متموجة ومتعرجة مائلة دائما، ونخلي فراغات للون الأصلي اللي هو لون الظل كيف ما شفتوا أحبابي. نحاول نلعب بأشكال غتبين لي نوع ديال الجبل لنفس عائلة الجبال الأخرى إلا أنه بلون آخر. الآن اللون الأسود والأخضر، غندير مروج لتحت. لاحظوا الطريقة باش غادي نرسم المروج ونديرها لتحت كأرضية. لاحظوا اللون ودرجة اللون، لون غامق جدا كيبان شبيه بالأسود ولكن فيه نكهة الأخضر كما سترون. غادي نوزع هنا مروج وندير أرضية ديال البساط ديال لون الظل اللي غادي تهيئ لي الفراش ديال ألوان الضوء من بعد بنفس الفرشات اللي خدمت بها الآن كيف ما كتشوفوا. لاحظوا الشكل اللي رسمت لتحت، دليل على يعني الواد كيفاش غيكون الواد. الآن فرشات المروحة، وغنبدأ الآن رسم في أشجار الصنوبر الخطوط العمودية اللي غنرسم هي الأولى، نبدأ بها من بعد غادي نجيب الفرشات الأخرى المروحة ونبدأ نصنع في الموتيف ديال أشجار الصنوبر. لاحظوا أحبابي طريقة صنع الموتيف وكيفاش كنضرب الشكل ديال الشجرة من الفوق إلى التحت بشكل هرمي، كنخلي الفوق الرأس ثم نتم جاي ونعطي المساحة الكبار ونحاول نحدد لها الشكل الهرمي ديالها حتى تبان على شكل شجرة الصنوبر، ثم نخرج لها الموتيف من الجوانب. لاحظوا ونعطيها الشكل ديال الفرشات او ديال جوانب الفرشات. لاحظوا كيفاش كنخدم احبابي وكيفاش كنضرب الضربات ديالي من الجوانب باش نحدد الشكل الهرمي ديال اشجار الصنوبر. وإلا لاحظتوا دائما كنحاول ما نخليش فراغات ما بين الشجره والشجره، لان هذه المساحه ديال الاشجار متماسكه، اشجار الصنوبر الجميله الرائعه. لاحظوا المسك ديال الفرشات وطريقه وضع الفرشات لتحديد الموتيف ديال اشجار الصنوبر. كنضرب ضربات عموديه ونخلي دائما الفوق على شكل رقيق، مساحة أدق، ونتم جاي ونحجم ونعطي المساحة ديال أشجار الصنوبر كيف ما شفتوا، ثم نخرج الموتيف من الجوانب باش تبان الأوراق وتبان الجذور والجذوع ديال أشجار الصنوبر. لاحظوا الطريقة ديال الضربات كيفاش كنحدد الضربات بشكل جميل ودقيق، وكنتم جاي شيئا فشيئا. غيرت الفرشات، درت فرشات أخرى. لاحظوا الفرشات وطريقة ضربات الفرشات، غندير أشجار أخرى. لاحظوا أشجار منحدرة لتحت غتكون فيها حشائش وأعشاب كيف ما شفتوا. لاحظوا الضربات وطريقة صنع الموتيف ديال الأشجار بكل سلاسة وبكل سهولة، كنضرب نفس اللون ونفس طبقة اللون، كنحاول ما أمكن نعمم بها الضربات
على هذه المساحة كلها خصوصا تحت الجبل باش تعطيني واحد السلسلة ديال الأشجار اللي غنبني عليها من بعد ألوان الضوء كيف ما غتشوفوا من بعد حشائش لتحت وأشجار ومروج لاحظوا ودائما بنفس الفرشات وبنفس الضربات وكنحاول نسترسل لكم أحبابي باش تفهموا طريقة العمل وبدون من نسرع وبدون من نحيد يعني أجزاء من الفيديو باش تستافدوا أكثر. غنمشي حتى الأقصى اليمين بنفس الضربات ولكن من بعد غادي نحاول نخرج بأشجار الصنوبر من جديد. لاحظوا هاد الضربات والشكل ديال الضربات، تأكدتوا من طريقة ديال العمل. فرشات المروحة مرة أخرى والخطوط العمودية اللي غادي نحاول رسم باش ندير لي موتيف ديال أشجار الصنوبر. لاحظوا الخطوط، كنبني خطوط ثم من بعد نصنع الموتيف ديال أشجار الصنوبر. ضربات من الفوق عمودية كيف ما شفتوا، استسمح لأن هاد الطريقة ما كتبانش ولكن كتشوفوا اليد كيفاش كتحرك كتعطيكم الشكل. الآن فرشاة المروحة أخرى كبيرة كتعطيني الحجم ديال أشجار الصنوبر. لاحظوا الضربات، تأكدوا أحبابي من طريقة العمل ديال أشجار الصنوبر. دائما كنخلي الفوق رقيق وكنتمجي نهود حتى ندير شكل هرمي لأشجار الصنوبر وتبان أشجار الصنوبر من بعيد، ونحاول الرابط ما بين الخطوط ديال الأشجار، تكون مساحة ديال المروج بين الأشجار يبانوا من البعد، تبان عندهم واحد القوة والتماسك في المنظر كيف ما شفتوا. لاحظوا الأشجار كتبان متماسكة والفراغات يعني صغيرة جدا. لاحظوا كنمشي بنفس الطريقة، أشجار كبيرة كنحاول نعطيها حجم كبير والأشجار الصغيرة كنعطيها حجم صغير ولكن بنفس الشكل من الفوق رقيق وكنتم جاي ونعطي المساحة أوسع باش تبان شكل ديال شجرة الصنوبر. وكما قلت أشجار الصنوبر تتنوع على أشكالها وأنواعها، كاين اللي ماشي في هذا الشكل خاصها ضربات ديال الأوراق من الجوانب ولكن اقتضى الحال في هذا المنظر عندنا أشجار بهذا الشكل. نجيب لونين أخضرين، جوج طبقات ديال اللون. الطبقة الأولى غندير بها المروج كيف ما شفتوا الآن، ودمجت فيها اللون الأخضر بيستاش والبنفسجي وشيء من الأبيض باش تعطيني هاد الطبقة. لاحظوا ضربات ديال فرشاة الأنجولو، غندير مروج هنا أفقية كيف ما شفتوا بخطوط أفقية ومنعرجة كيف ما شفتوا الآن وكيف ما كتشوفوا. نحاول دائما ننوع في الضربات هنا على هاد المساحة، مساحة المروج غتعطيني ضربات متنوعة، ونخلي المساحة ديال الظل باينة لأن بالظل كيبان الضوء كيف ما كتعرفوا كيف ما كتشوفوا دائما العمل ديالي أحبابي. كنخلي المساحة ديال الظل باش يبان الضوء جميل ورائع، لأن الضوء مع الظل شيئين لا ينفكان عن بعضهما، بالظل كيكون الضوء. الآن الطبقة الثانية ديال الأخضر، لاحظوا زدت عليها اللون البيستاش اللون الفستقي، وغنديرها في الحشائش لتحت وفي الحشائش الأخرى كيف ما غتشوفوا بفرشات أخرى، فرشات مشعتة لها أسنان كتعطيني مثل هاد الضربات جميلة ورائعة. كنمشي الأشجار البعيدة والحشائش البعيدة، لاحظوا أحبابي كنحاول دائما نجيب الإضاءة على الجهة اليسرى كيف ما شفتوا، لأنني مشيت ابتداء من الأول بالإضاءة على الجهة اليسرى. كذلك الأشجار كنخلي الجهة اليمنى دائما مظلمة، واحد نسبة ديال الجهة مظلمة، وكنعطي الإضاءة. وغيرت اللون كيف ما شفتوا اللون الأخضر، لاحظوا يعني الفرق ما بين اللون ديال المروج واللون ديال الحشائش الآن، وكنوزع الآن بشكل عام على ما تبقى من اللون ديال الظل اللي هو أسود وأخضر. كنوزع الحشائش والأشجار الجميلة
بضربات جميلة. لاحظوا دائما بنفس الطريقة ديال الضربات وبنفس اللون، وأحيانا كننوع كندير اللون اللي درت فيه المروج كنضيفه على اللون الفستقي واللون الآخر. توزيع سهل جميل بنفس الضربات، ولا لاحظتوا راني ما كنكثرش من الضربات باش نخلي لكم احبابي الراحه في العمل. اللون الفستقي، مع ان الفيديو طويل ولكن كنحاول ما امكن ندير لكم الاجزاء ديال العمل سهله. لون ظل ثم الالوان ديال الضوء بكل سهوله بنفس الطريقه وبنفس الضربات. كنبقى غادي شيئا فشيئا حتى نعمم اللون الاخضر على هذه المساحه المعشوشبه كلها اشجار وحشائش ومروج كيف ما كتشوفوا احبابي بنفس الضربات. الان فرشاه المروحه ونخلط فيها اللونين، كندير لون على لون باش في الضربات يبان التنوع اللوني. نجي للجهه اليسرى من كل شجره ديال الصنوبر وندير الضربات ديالي بليونه وبسهوله. تحديد ديال لون الإضاءة من الجهة اليسرى دائما، كنبقى بنفس الضربات وبالطريقة ديال فرشاة المروحة، ضربات خفيفة دائما. كنحافظ على المساحة ديال الظل أحبابي، حاولوا تفهموا هذه المسألة، لأن لجيت نعمم اللون ما غاديش تبان الشكل كما ينبغي. كنمشي للأشجار الصغيرة كذلك بضربات خفيفة ونحاول نضرب بطرف الفرشاة الطرف ونحاول ندير ضربات بحذر، نضرب ونتكيس ونحاول نحدد مساحة فقط وكمية قليلة من اللون. رجع اللون البنفسجي والأخضر، لاحظوا اللون البنفسجي اللي درت في الجبال مع اللون الأخضر، نحدد به واحد اللون تركواز غامق ونديره في البحيرة أو الواد أو الشلال كيف ما كتشوفوا. نعمم الضربات باش يبان اللون قوي، ونجيب اللون الأسود والبني ورسم أحجار وصخور على جوانب الواد بفرشاة الأنجولو. كندير ضربات أفقية دائما، نحاول نجيبها من المروج نحو الواد ونعطي مساحة للون باش نحدد اللون ديال الظل أولا، ثم من بعد نخدم الوان الضوء كيف ما غتشوفوا. لاحظوا فرشاة الانجولو الدقيقة الجميلة اللي غتحدد لي الصخور على الجوانب، ولاحظوا المساحة اللي شدوا الصخور، يعني دائما كنديرهم في شكل متراس وهرمي. نجيب اللون الابيض واللون الاسود واللون الاحمر واللون القرمزي، شوفوا العملية ديال الادماج احبابي باش نحدد واحد اللون. لاحظوا غتشوفوا اللون خليط ونديرو كإضاءة فوق الصخور بالسكين، هاد السكين الجميل الرائع الصغير اللي غيعطيني أريحية في العمل ويعطيني لي موتيف بكل دقة وبكل واقعية وبكل سهولة كما ترون أحبابي كما تشاهدون. كنضرب من الفوق ونخلي المساحة ديال الظل تحت، نجر جرات نحو اليمين من اليسار إلى اليمين، ثم نجي للجهة الأخرى وندير صخور مائلة. هنا درت صخور مسطحة، هنا صخور مائلة، لأن كاين تنوع على هاد الجهة ديال الواد بضربات خفيفة فقط. ونحاول دائما ما نكترش من العمل ومن كثرة الألوان حتى لا تستوعب شيء. نجيب اللون الأسود والقرمزي ونحاول نضيفه على الألوان الأخرى، وممكن لكم ما تديروش هذه العملية، ممكن أنا غنحاول عن غني اللون فقط، أما أنتم تستغناو على هذه العملية الأخيرة اللي درت، ممكن تستغناو بها، ديروا العملية الأولى فقط ديال الألوان الأولى فقط باش تعطي واحد الغنى لوني. ثم مرة أخرى فرشاة المروحة واللون الأبيض مع الوردي، غادي نصنع وردي خفيف جدا
غيعطي انعكاس ديال لون السماء على المياه لتحت، ونبدا ندير في ضربات ديال الانعكاس الضوئي والشلال ونسياب المياه. لاحظوا غادي ننوع من الضربات بفرشاه المروحه، غنضرب ضربات ديال الشظايا وتطاير المياه وضربات ديال الانعكاس ديال المياه وجريان المياه، لان هذا واد وخصني ضروري نصنع حركه ديال المياه. يبان الماء يجري بطريقه جميله، ضروري ندير الطريقه ديال الزيكزاك باش تعطيني حركه مائيه في المنظر الطبيعي. وهذه العمليه الاخيره تقريبا، غادي نضيف اللون الفستقي باش نحدد اللون ديال الاضاءه ديال المروج والاشجار والحشائش، نختم بها ما تبقى من الضربات، وبهكذا نكون جهزت على المنظر بكل سهوله. احبابي في الله، مراحل بسيطه وسهله. كنتمنى من الله تكونوا استفدتم من الدرس. اتكم اللوحه، ما تنساوش الاشتراك في القناه والضغط على زر لايك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.